صدمة وسيناريو لم يكن بالحسبان للمنتخبات العربية يا جماعة الخير. الجهة الأولى منتخب الجزائر يودع من أيادي الكاميرون. منتخب الجزائر ما راح نشوفه في كأس العالم. شوفوا حسرة المدرب، شوفوا حسرة اللاعبين يا جماعة الخير. أنا من داخلي يا أخي مقهور. ومن جهة ثانية نعم مصر تودع كأس العالم يا جماعة الخير على أيادي السنغال، لكن شوف الظلم هني. ضربوا صلاح في علب الماي، حطوا الليزر في عيونهم يا أخي. وين الاتحاد الأفريقي عن هذا؟ وين تنظيم البطولة؟ طيب هكذا يصير في ملعب في مباراة مصيرية لتأهل كأس العالم؟ نعم المنتخب الجزائري والمصري ظلموا وأنا أقولها. هارد لكم لكل عربي سواء كان مصري أو سوري أو عراقي أو أي شيء جزائري. ومبروك مبروك لتونس وقطر والسعودية والمغرب التأهل إلى كأس العالم. جي جي لكل منتخبات العربية اللي ما قدرت التأهل. مقهور يا جماعة الخير على صار اليوم، ومع السلامة.